أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الأول كما قلنا اختلاف التنوع، وقد أشار إلى هذا إسحاق وسفيان بن عيينة والحسن، أشار إلى اختلاف التنوع إسحاق وسفيان بن عيينة والحسن، واعتبره الشاطبي من قسم الخلاف الذي لا يعتد به، فهو حقيقة ليس خلافا، وإنما هو خلاف في الأفاظ، لكن في الواقع أنه ليس خلافا. هناك يعني شيخ الإسلام قسم اختلاف التنوع إلى الأربعة أنواع. هناك تقسيم آخر للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته الماتعة الجميلة التي ألفها لطلاب المعهد العلمي أصول في التفسير، وهي جميلة وتستحق الشرح. قسم اختلاف التنوع والتضاد إلى ثلاثة أقسام: اختلاف في اللفظ دون المعنى، وهو الذي أشار إليها الآن شيخ الإسلام بأقسامه: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. الثالث: اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما فتحمل الآية على الأرجح منهما بإحدى قواعد الترجيح. طيب، واحد يقول: ما معنى اختلاف التنوع وما معنى اختلاف التضاد؟ اختلاف التنوع يا أخواني هو أن يصح حمل الآية على كل المعاني التي قيلت فيها، هذا مراد اختلاف التنوع، أن يصح أن تقول أن الآية كل هذه الخلافات أو هذه الأقوال داخلة في معنى الآية. فهل هناك خلاف؟ هل هو يعني يعتبر خلاف حقيقي؟ لا، كما عبر شيخ الإسلام قلنا أنه يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. طيب، نرى بعض المفسرين، والذي منكم يقرأ في كتب التفسير نجد أن هناك اختلاف تنوع، وتجد بعض المفسرين ينص على الراجح، يقول هذا القول أولى وهذا القول أشمل، يقصدون أنه من باب الأولى، وإلا كل المعاني داخلة فيه. اختلاف التضاد هما القولان المتنافيان، الذي لا يصح أن تحمل الآية على كلا القولين، فإذا قيل بأحدهما لزم نفي الآخر، إذا قيل بأحد هذه الأقوال لزم نفي الآخر، وهذا قليل كما قرر شيخ الإسلام، قليل. أنا أعرف يا أخواني أن بعض الإخوة ربما يستغرب، كيف يا أخي قليل يا أخي؟ هذا تنظير. أقرأ في كتب التفسير تجد الخلافات العظيمة، نقول لو قرأها إنسان يستطيع أن يجمع بين هذه وبين اختلاف التنوع فقط واختلاف التضاد لهان على كثير من طالب العلم علم التفسير. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين. هذه ألفاظ منطقية. المتكافئ هو أن يعبر عن مسمى، هذا تعريف المتكافئ، بلفظين مختلفين في المعنى وينطبقان على جميع أفراد المسمى. التي بين المترادفة والمتباينة. الراغب الأصفهاني يا أخواني لخص اللفظ مع المعنى وقال أن له خمسة أحوال هي تبين لنا هذه الألفاظ.
يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله أن اللفظ مع المعنى له خمسة أحوال: أولها أن يتفق في اللفظ والمعنى، بمعنى شيخ الإسلام في هذا الفصل سيستطرد في ذكر التواطؤ، التباين، الترادف المتكافئ ذكر هنا، فجيد أننا نشير إليها بعبارات ليست عبارات المناطق لكن عبارة تقربها للذهن. يقول الراغب أن يتفق في اللفظ والمعنى، يعني اللفظ واحد والمعنى واحد، هذا يسمى عند العلماء المتواطئ. مثل الإنسان في زيد وعمر، زيد إنسان ولا لا، وعمر إنسان، وخالد يشتركون في لفظ الإنسانية، فهم واحد، لفظهم ومعناهم واحد، لكن المسمى مختلف، هذا زيد وهذا عمرو وهذا خالد وهذا علي وهذا صالح، لكن المسمى أنهم كلهم إنسان لا يختلفون يشتركون، فهذا يسمى المتواطئ، اتفاق اللفظ والمعنى. الثاني عكسه تماما، أن يختلف في اللفظ والمعنى، وهذا يسمى المتباين، مثل رجل وفرس، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، هذا إنسان وهذا حيوان. الثالث أن يتفق في المعنى ويختلف في اللفظ، وهذا يسمى المترادف، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، نحو الحسام والصمصام والسيف والصارم كلها مسمى لشيء واحد. الرابع عكس الثالث، أن يتفق في اللفظ ويختلف في المعنى ويسمى المشترك، مثل العين تستعمل في العين الجارية وفي العين الباصرة وتستعمل كذلك في الجاسوس، اللفظ واحد لكن المعنى يختلف بحسب السياق. النوع الخامس أن يتفق في بعض اللفظ وبعض المعنى يسمى المشتق، نحو ضارب واضرب إلى آخره. طيب، ذكر الشيخ الإسلام قاعدة هنا وشرحها في رسالة التدمرية: كل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات، هذا واحد. الثاني على الصفة التي تضمنها الاسم، ومراد شيخ الإسلام أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، فالقدير والعليم والعزيز والغفور كلها تدل على ذات واحدة وهي الله تبارك وتعالى، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد معناه، لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحياة تختلف عن القدرة، عن إيش؟ عن العلم، عن السمع، والبصر يختلف عن البصر إلى آخره. والفرق يا إخواني بين الترادف والتكافؤ دقيق جدا، دقيق جدا كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام. يقول: كالألفاظ بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. يقول شيخ الإسلام: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته مما يدعي الظاهر فقوله من جنس غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين. إذن فما هو؟ إذا قلنا الباطني يقول ليس، لا نقول حي ولا ليس بحي، يكون ماذا؟ هي لا يمكن أن تنفي عن شخص النقيضين. قالوا إن الحياة والموت لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك، هذه شبهتهم، والله ليس بقابل للحياة ولا للموت، ولهذا لا يوصف الجدار بأنه لا حي ولا ميت، هذه شبهة الباطنية. والرد عليهم
أن دعواكم أن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا مجرد دعوة افترضتموها في عقولكم، وإلا فإن الله تبارك وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفى عنهم الحياة وهي أحجار، فقال الله عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. ثم نقول لهم بالرد عليهم، وهذا محله كتب العقائد لكن هذا من باب استطراد كما قلت شيخ الإسلام: أأنتم أعلم أم الله؟ والله عز وجل قد نصف نفسه بالحياة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم قال إنهم لا ينكرون على محض كهو هو، كلمة هو هو لا تدل على شيء معين، لا تدل على أي صفة، لا نستطيع أن نأخذ من هو هو، لكن ينكرون شيء نستطيع أن نأخذ منه الصفات. قال: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضاً على الصفة التي في الاسم بطريق في الاسم الآخر بطريق اللزوم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله تعالى، ويدل على صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفة العلم والقدرة بالالتزام، يعني دلالة الالتزام، لأنه لا يمكن أن يخلق إلا بعلم وقدرة. ثم استطرد شيخ الإسلام: تفضل، وكذلك أسماء النبي، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علماً وقد يكون صفة، كمن يسأل عن من هو الماحي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الحاشر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هو العاقب؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام: إذا كان المقصود السائل تعيين مسمى عمرنا عنه بأي اسم كان، بأي اسم كان. نعم، كمن يسأل، تفضل. وقد يكون الاسم علماً، تفضل. نعم، تفضل. قد يكون الاسم علماً وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلاً، أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا ضرب الشيخ الإسلام مثال الآن لهذه القضية، يعني أنت لو ترجع إلى كتب التفسير في هذه الآية لوجدت فيها هذه الأقوال: ومن أعرض عن ذكري، قال بعضهم القرآن ما أنزله من الكتب، بعضهم قال قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واحد يقول: والله يا أخي هذا مسألة خلافية كثيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا، كل واحد عبر بمفهوم، يعني انطلق بمفهوم معين، له منطلقات صح بعضها أقوى من بعض، وهو أن المراد بالذكر هنا القرآن، لأنه يشتمل على الثاني بخلاف العكس. القرآن يشتمل على الذكر اللي هو بمعناه العام: سبحان الله والحمد لله ولا إله، بخلاف الثاني. وبالتالي فكل واحد عبر عن الذكر بأحد معاني، بعبارات: القرآن ما أنزله من الكتب، ما أنزله من الكتب منها القرآن، كلها من ذكر الله تبارك وتعالى. قول سبحان الله ليس من ذكر الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر،
فيظنها بعض الناس اختلافاً، والواقع أنه ليس باختلاف. نعم. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة. إذن لو سألتكم يا أخواني كتطبيق عملي، أيهما أرجح من هذه الأقوال، كتابي كلامي هداي، أيهما أصح؟ ها يا أخواني، ها، كلها صحيحة، كلها صحيحة، بالتالي خلاص سقط الخلاف في هذه المسألة تماما. من عبر عنه بهداي أو بكلامي أو بكتابي كلها داخلة في معنى الآية. نعم. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام، عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. من هو القدوس؟ الله. من هو السلام؟ طيب ما معنى القدوس؟ وأنا الآن سؤالي يختلف عن السؤال الأول، أنا أريد أعرف ما معنى لفظة القدوس وهي الطاهر من كل عيب ونقص، أو ما هو السلام أي السالم من الآفات التي تلحق البشر من نوم وعجز وغيرها. إذن منطلق السؤال لكن المؤدى واحد، القدوس من؟ الله، والسلام الله. كوني فسرت القدوس بأنه طاهر من كل عيب ونقص، هل معنى هذا أنه خلاف في دلالة القدوس على الله تبارك وتعالى؟ أبدا. نعم. إذا عرف هذا، تفضل. إذا عرف هذا، فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة، والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وأمثال ذلك. كم قول ذكر الآن؟ لو رحت إلى واحد بسم الله الرحمن الرحيم متحمس طالب العلم ويريد أن يقرأ في التفسير، أو فتح كتاب من كتب التفسير وبدأ في اهدنا الصراط المستقيم، ووجد كم قول الآن؟ الإسلام، القرآن، ويشعر بوصف ثالث اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، السنة والجماعة، طريق العبودية، طاعة الله، سبعة أقوال. قال هذه الآن آية، والقرآن أكثر من 6000 آية، وهذه كلمة واحدة، كيف أنا بطلب علم التفسير؟ لا من أول الدرجة ولا لا؟ لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لك لا، هذا ليس خلافا، لكن السلف رحمه الله من عادتهم لعلمهم بالعربية، ولأنهم يشيرون يعبرون بعبارات تدل على الذات فقط، لا يقصدون أنه خلاف حقيقي.
دعونا نجمع بين هذه الأقوال. هل هناك يا أخواني يعني خلاف اهدنا الصراط المستقيم عندما تقرأها؟ لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الإسلام، وهو استشهد له بأدلة، اهدنا الصراط، اهدنا إلى الإسلام، هل يتعارض من قولك مع قولك اهدنا القرآن؟ ها يا أخواني، هل يتعارض مع قولك اهدنا طريق أهل السنة والجماعة؟ ها؟ هل يتعارض مع الطريق العبودية؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على طريق واحد، وهو إيش؟ الإسلام، وهو الإسلام. وبالتالي لا بد أن ننتبه يا أخواني عند قراءة الخلاف في كتب التفسير. استشهد شيخ الإسلام رحمه الله في حديث علي، وأنتم تعرفون أن هذا الحديث في سند الحارث بن الأعور، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وقول حبل الله المتين والذكر الحكيم. لكن المراد ليس المراد شيخ الإسلام يريد أن يقول لك أنه أحياناً كتب التفسير تذكر قول وتستشهد له فتجد أن هذا القول قوي جداً فترد غيره. يعني لو جاء واحد قال لا أخي الإسلام أصح الأقوال والدليل هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، قال لا يا أخي هذا الحديث ضعيف، أصح من القرآن، أصح منه الإسلام، لأنه حديث صحح جمع من أهل العلم. نقول كلها صحيحة، وبقية الأقوال كلها في اهدنا الصراط المستقيم صحيحة. تفضل. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سئل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفاً وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. وهذا من أهم اختلاف التنوع يا أخواني، اللي هو التفسير بالمثال، وهذا مشهور عند السلف رحمه الله، كانوا يفسرون بالمثال، يشيرون بمثال واحد يدخل تحت هذه الجملة ويكتفون به، ولذلك بعضهم يذكر أمثلة كثيرة جدا. يعني يا أخواني لو رجعنا إلى تفسير قول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم في سورة ألهاكم التكاثر، تجد بعضهم قال النعيم هو الماء البارد، وقال بعضهم الظل البارد، وقال بعضهم الخبز، وقال بعض الخبز إيش مع العسل، وقال وقال وقال، وبدأوا يعددون من أنواع النعيم، فيظن من يقرأ يقول والله يا أخي ما أدري هل هو الخبز ولا الماء البارد، لا الماء البارد يا أخواني هو الماء الذي لا يمكن يستغني عن الإنسان، ثم يبدأ. هذه كلها داخلة في مسمى النعيم. السلف أرادوا فقط يضربون لك مثالا للنعيم الذي يسأل عنه الإنسان والذي داخل في معنى هذه الآية. ولذلك مجاهد رحمه الله ورد عنه قول في هذه الآية تفسر لك هذه الأقوال الكثيرة، قال يسألون عن كل لذة من لذات الدنيا، هذا يجمع لك كل الأقوال، كل هذه الأقوال. ولذلك يا أخواني دائما ينبغي لطالب العلم والقارئ في كتب التفسير أن ينتبه للتفسير بالمثال، خاصة لمن يقرأ في التفاسير التي تعنى بتفسير السلف كابن جرير الطبري وابن كثير عليهم رحمة الله. والذي يقرأ في تفسير ابن جرير خاصة سيجد أن ابن جرير ينص على هذه المسألة كثيرا، يقول وكل هذه الأقوال محتملة، وكل هذه الأقوال داخلة في معنى الآية، وكذلك ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى. إذن التفسير بالمثال، واحد يا أخواني قال إيش الخبز هذا، واحد أعجمي ما يعرف وش الخبز، قال خبز وش معنى خبز، وريته رغيف. الآن هو عرف معنى الخبز وهو أعجمي، عرف أن هذا الخبز، لكن هل لو وري أو يعني أري خبز من نوع آخر هل هو ما يعرف أنه هذا هو معنى الخبز؟ هو جعل في مثاله أن هذا هو فقط الخبز، إشارة إلى الرغيف. وسيضرب شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى للسلف فسروها بالمثال، وسيثبت لك أن كل هذه المعاني داخلة في الآية ومرادة بها. تفضل. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له، وتنبيهم به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. إذن مثال الشيخ الإسلام ظاهر ولا يحتاج إلى مزيد إيضاح، فقد أوضح الشيخ الإسلام. أنتم لو رجعتم إلى كتب التفسير المطولة وجدتم أن هذه الآية فيها أقوال كثيرة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذكر الشيخ الإسلام كما قرأ الأخ الكريم، ثم قال تنبيها: ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات. ذكر معناها الإجمالي شيخ الإسلام، يقول لك إن الظالم لنفسه يتناول المضيع الواجبات والمنتهك للحرمات، أما المقتصد فهو يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، السابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذا تفسير الآية، هذا تفسير الآية بمعناه الإجمالي العام. طيب رجعنا إلى تفسير السلف، هل هم يذكرون هذا الكلام؟ لا، يذكرون ماذا؟ أمثلة لهذه المعاني، كقول قال: السابق الذي يصلي في أول الوقت، أو بعبارة أدق لعل يعني لو نقول الذي يصلي على الوقت. ليش قلنا الذي يصلي على الوقت أفضل من نقول الذي يصلي في أول الوقت؟ حتى يدخل يشمل الذي يصليها في أول وقتها فيما يسن تقديمه، ويشمل ما يصليها ويؤخره فيما يسن تأخيره، كصلاة العشاء أليس من السنة تأخيرها عند ثلث الليل؟ أو عند الحر الشديد السنة كذلك الإبراد. لكن هذا المفسر من السلف من الصحابة لما قال لك السابق الذي يصلي في أول وقت، هل يقصد فقط أن مراد الآية أن الذي يصلي في أول وقت هو السابق فقط، لكن الذي يدفع الزكاة والذي يصوم رمضان احتسابا أو غير داخل في السابق؟ ماذا أراد هو؟ أراد مثالا للسابق. المقتصد الذي يصلي في أثنائه يعني يؤخر الصلاة. الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، وربما المفسر في ذلك الوقت كان في وقت العصر فأشار إلى ما يشعرون به الآن، فقال الذي إيش يؤخر. هذا هو طريقة السلف في التفسير وطريقة، يعني لا يجعلون من التفسير علما صعبا، أراد يبين لك أمثلة. أو يقول لك السابق والمقتصد والظالم كلهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في هذه الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا لكنه لا يتصدق، هذا مقتصد. إذن المراد يا أخواني أن السلف رحمه الله عندما يفسرون يذكرون مثالا ولا يقصدون حصر المعنى بما ذكروه، ولذلك تعددت أقوالهم وتنوعت، فيظنها بعض الناس
اختلافا، والواقع أنه ليس باختلاف، والواقع أنه ليس باختلاف. سيبدأ شيخ الإسلام الآن يا أخواني، الآن بدأ شيخ الإسلام يستطرد رحمة الله تبارك وتعالى، لكنه هذه المرة استطراد فيما نحن فيه. قال فكل وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. يقصد شيخ الإسلام أن كثير من أسباب النزول تتعدد وتتنوع، ويظنها بعض الناس، يمكن لو تقرون كتاب الواحد أسباب النزول تجد في الآية الواحدة كم سبب أكثر، وأغلبها لا ليست سببا بالمعنى الحقيقي، وإنما هي داخلة في حكم الآية كما سنبينه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.